قال التعليق على هذا الخبر. معانا الأستاذ محمود شعبان، مدير عام الأسرة والطفولة بوزارة التضامن الاجتماعي. صباح الخير يا فندم. صباح الخير يا فندم. الحقيقة يعني خليني أقول لك كده، في حاجة في الخبر يعني خدت بالي منها، وهي مرافق المسن. إيه هي مرافق المسن وإيه اللي بيعملوه؟ صباح الخير عليكم، كل سنة وحضراتكم طيبين. وفي الحقيقة قبل ما أبدأ على تعريف مرافق المسن، مع الوزيرة كانت رأست الاجتماع الماضي اللجنة العليا لكبار السن، وهذه اللجنة ضمن سلسلة من اللجان بتترأسها مع الوزيرة وبعضوية وزارة الداخلية، وزارة الصحة، وزارة العدل، المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، بنك مصر، الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وممثلين من منظمات المجتمع المدني. كل هذه الكوكبة من الأعضاء مهتمين جدا بملف كبار السن. هو مش المشروع ده يا أستاذ محمود كان معمول من كذا سنة وإحنا اتكلمنا فيه، مرافق السن وبياخد مبلغ معين وحاجات كده؟ مرافق المسن يا فندم، مع الوزيرة أصدرت لائحة سنة 21 فيه واشتغلنا عليه. أيوة. ولكن المرحلة الأخيرة إحنا وضعنا منهج موحد. هذا المنهج يتضمن أكثر من محور، في محور اجتماعي ومحور نفسي ومحور تلطيفي ومحور إسعافات أولية ومحور صحي، فأصبح المنهج منهج متكامل. ويمكن يعني أنتم ما طبقتوش من 21؟ لا، اتطبق، ولكن طورنا في المنهج بحيث ان ده يبقى منهج موحد على جميع الجمعيات الشريكه معانا، وتشتغل بنفس المنهج بنفس السياسه. دي حاجه. الحاجه الثانيه ان مرافق المسن لازم يكون معدي اداء جيد من خلال البرامج التدريبيه التي توقد داخل الوزاره، ويجتاز البرنامج التدريبي الخاص به علشان نضمن جودته في اداء الخدمه، بالاضافه الى الرقابه والمتابعه من قبل الوزاره والجمعيات التي تعمل في نفس المجال على مرافق المسن. ففي الحقيقه ان المنهج ده حضرتك هتشوفه حاجه يعني محترمه جدا، هنوفر خدمات امنه ومجديه للمسنين داخل بيئتهم الطبيعيه. خليني اقول لحضرتك حاجه ثانيه كمان، ان مرافق المسن مش شرط يكون في المنزل فقط لا غير، لا، ممكن يكون في المستشفى مع مسن، ممكن يكون معاه مثلا في مصرف، ممكن نحتاجه مثلا. ده بيبقى متطوع يا فندم؟ لا، هو مرافق المسن ليس تطوع، ولكنه هو بأجر، والأجر ده بيتفق عليه مع المسن أو ذوي المسن. ولكن الوزارة بتدعم هذا الملف بشكل قوي جدا، بحيث لو في مسن محتاج مرافق وما معهوش الملاءة المالية ولا القدرة المالية، فالوزارة بتتحمل أعباء هذا المرافق، أو الجمعية الموقعة بروتوكول مع الوزارة هي اللي بتتحمل أعباء هذا المرافق. ده بحسب عدد ساعات العمل ولا بحسب عدد ساعات مرافقته للمسن ولا ازاي يعني؟ هو حضرتك فيه مرافق، في مديل او مسن يقول لك انا محتاج المرافق لمده يوم كامل او 24 ساعه. أيوة. او 5 ساعات في اليوم، على حسب الساعه بتحسب القيمه التقديريه او القيمه الماليه للمرافق. تمام. طيب عاوزين نتكلم بقى عن أهمية يعني فكرة العلاج الطبيعي بقى بدور المسنين على جميع الدور بقى مزودة بالمراكز دي، فكرة ان يبقى في مركز علاج طبيعي بدار المسنين دي هتتنفذ ازاي وهتقدم الخدمات بشكل عامل ازاي؟ هو في الحقيقة في مراكز 58 مركز علاج طبيعي داخل دور المسنين وتبع الجمعيات المسند لها مشروعات. تمام. ولكن المرحلة الأخيرة احنا عايزين نعمل مراكز طبيعية نموذجية. ليه؟ عشان نخدم المقيمين داخل الدور ونخدم خارج الدور، الجمهور العادي، منها جزء يخدم البيئة المحيطة بالمركز بأجر رمزي، ومنها يعتبر دخل للمكان اللي بيشتغل فيه. يعني للجمهور كمان، يعني ممكن ناس من بره تقدر ان هي تدخل وتحجز وتكشف في مركز العلاج الطبيعي بتاع دور المسنين. ده اجر رمزي. بيقوم على هذا العمل اطباء متخصصين في العلاج الطبيعي، وفي ان شاء الله باذن الله يعني المرحله القادمه في مراكز هتبقى نموذجيه وهتعرض على حضرتك كمان، هتعرض عليها بشكل كويس جدا يعني. تمام، بنشكر حضرتك، شكرا جزيلا الأستاذ محمود شعبان، مدير عام الأسرة والطفولة بوزارة التضامن الاجتماعي.